السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتم بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة هتكلم عن اربع انواع لام سكرو لماركة واحدة، وهي واحدة من اهم الماركات في عالم الاقلام والادوات المكتبية عموما، بس خصوصا الاقلام السكرو والجاف والحبر. هي ماركة بايلوت، ماركة ياباني. في الفيديو ده هتكلم عن اربع انواع لنفس الماركة. ماركة جميلة جدا وسعرها كويس جدا بالنسبة للكواليتي العالي اللي نازل بيه النوعية الاربع اقلام. هسيبكم مع الفيديو، انا بينت فيه كل الاربع انواع واللي عجبني الاكتر، لان هما كلهم عجبني، كلهم حلوين جدا. فهسيبكم مع الفيديو وهرجع في اخر الفيديو. تمام، هبدأ في الفيديو دوت بالترتيب من الاغلى للأرخص. دوت بايلوت شيكر، ده سيفر جريب عشان فيه هنا رابر. تمام، الأنواع أغلب الأنواع اللي بتنزل للبايلوت بتنزل بيها الرابر ديت. متوفر منه أربع ألوان، ده كنت جايباه الواحد ب25، ده كان ب25 جنيه. الشيكر ده بقى ميزته ان هو أقدر استخدمه كليكينج، يعني ان انا اقدر ادوس على القلم والسن يشتغل، او بالشيك السن يكون ظاهر ويطلع من مجرد الشيكينج اهو. ده بالنسبة لي حلو جدا، لان هو نسبة ان هو يبوظ دي قليلة، عشان في ناس ما بتعرفش تستخدم الاقلام السكرو وممكن بتبوظ منها. الالوان اللي موجودة منه ده صحيح 5/10، ما فيش منه 7 حاليا، بس اظن ان هو متوفر منه 7. الالوان بتاعته جت بلو وجرين ريد وبلاك. انا شخصيا بحب اكتب بالسن 5/10، ما بحبش اكتب بصراحة بأضخم من كده، فده حلو جدا من وجهة نظري. هو يمكن عيبه بس ان هو غالي شوية، بس نازل السنة دي بقى 2020 اهوت، واسم الويب سايت اهوت مكتوب على القلم عشان تقدروا تتأكدوا من الكود والاسم واللون، بيكتبوه في الاخر. ال هنا للبلو، جي هنا للجرين، بي هنا او بي هنا للبلاك، والار هنا للرد. تقدروا تتأكدوا من الباركود عشان لما تيجوا تشتروا القلم تعرفوا اذا كان اوريجينال ولا لا، تمام سليم ولا لا. ده كان اول نوع اللي هو الشيكر، ده 5/10، في منه اربع الوان، او انا لقيت منه اربع الوان، وحتى على الويب سايت بتاعهم في منه اربع الوان. في نوع كمان وهو النوع ده، وجاي باسمه كده، اسمه H165، ده برضو 5/10، نفس الكلام. هنلاقي الويب سايت بتاع بايلوت بن، والبي هنا بلاك. واستغربت ان درجة اللون الغريبة دي كانت ال، يعني بلو، بس درجة غريبة شوية. فده جاي منه خمس الوان، جاي منه اسود، جراي، احمر، اخضر، وازرق. ده 5/10، ما فيهوش جريب، يعني ما فيهوش الرابر او الكاوتش او المطاط اللي بيكون هنا في البداية. كويس، مش وحش. ده كان سعره 18 جنيه، ده مش وحش، حلو في الاستخدام بتاعه. اجرب اكتب بيه عشان هي طريقة الكتابة نفسها هي اللي بتبين لي اذا كان القلم حلو ولا لا. ده كان هنا الشيكر، ودوت اسمه H165، هو جاي اسمه كده. في منه البلو برضو وجرين، مش سيء للدرجات دي. انا بس كمان يعني انتقادي الوانه ما كانتش عجباني بصراحة. جرين ورد، جراي وبلاك. السنون اللي بتنزل مع القلم دي اتش بي كويسة جدا، لان طبعا بتنزل اتش بي بايلوت،
ما بتنزلش اتش بي مثلا اي ماركه، لا ده هي بينزل معاها اتش بي بايلوت، كويسه بالنسبه للقلم، حلو، مسكته كويسه، مريح الى حد ما، مش سيء للدرجه دي. في نوع كمان ده بقى جاي منه الوان كتير، ده اسمه سوبر جراب، لان المطاط بتاعه تخين جدا اهوت، برضو 5/10، الوانه فريحي بصراحة، I like it. كلها حلوة جدا، بس انا من عشاق درجات الازرقات بشكل عام. دي الالوان بتاعته، في رابر فوق، ودي في ناس بتعتبرها ميزه مش عارفه ليه، بس انا ما بحبهاش بصراحه، ما بلاقيلهاش استخدام واو يعني. طيب ده جاي منه، ده اسمه سوبر جريب، كلهم طبعا كليكس عاديه ما عدا الاولاني اللي انا اتكلمت عنه، هو الشيكر ده الوحيد اللي كان جاي كده، ده اللي هو سوبر جريب، ده في منه بلو هو الازرق، ده بقى اللي بكتب بيه سكاي بلو، الماسكة بتاعته اريح من اللي كان اللي هو الاتش 165، اريح منها بكتير عشان الجريب طبعا. القلم الواحد بالمناسبة ده ب15، ده في منه السكاي بلو والبلو، في منه بينك يلو ريد بلاك، مش هنخلص ولا ايه، جرين، ودوت كان اسمه نسيت والله، سوفت جرين، الاس اس جي سوفت، سوفت جرين. دي الالوان بتاعته، الوان متنوعه جدا وجميله، 5 الوان، يا ربي 8 الوان، 5 ايه، 8 الوان، كل ده 5، 8 الوان، الوانه حلوه جدا وسعره مناسب جدا جدا جدا. ان قلم يكون ياباني بالسعر ده، دي حاجه، دي ميزه حلوه قوي 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 ان بايلوت تنزل المستوى ده، والكواليتي بتاعته ممتازه، البلاستيك بتاعه كويس، مش بلاستيك رديء. القلم بقى اللي بالنسبه لي يعني حاجه كده، انا ما صدقتش بصراحه لما عرفت سعره، والوحيد الوحيد الوحيد اللي نازل منه 5/10 و7/10، بروجريكس، بروجريكس بايلوت، بروجريكس ده قلم نازل منه 5/10، في منه 7/10 دوت، 5 و7، هجرب الخمسة وهجرب السبعة. البروجريكس بقى الحاجة اللي خلتني اتكلم عنه فيها وخلتني ان انا يعني اعمل الفيديو كله بسببه، هو ان القلم ده سعره 13 جنيه، بس 13 جنيه. القلم ده في منه 5 الوان، وفي منه 5/10، وفي منه 7/10. القلم ده ميزة من اهم مميزاته، هنلاقي عليه الليبل بتاع بي جرين ده. القلم دوت اهم مميزاته ان هو معمول ب70% من الريسايكلد بلاستيك، فهو امن جدا لو اطفال استخدموه. القلم ده اللي فيه برضو جريب، والجريب بتاعه كبيرة طويلة جدا بالنسبة للباقي الجريبس، ده الجريب بتاعه صغير، وحتى الشيكر برضو نفس الطول تقريبا، الجريب بتاعتها طويلة جدا وكبيرة. نجرب 5/10، ده اللي هو بروجريكس، في منه بلاك، جرين،
اورنج بلو وريد. طبعا انا بحب جدا الكتابة بخمسة من عشرة، فبالنسبة لي هو رائع واكتر من رائع. الخمسة من عشرة هنجرب السبعة برضو، في منه نفس الخمس الوان. او سبعة من عشرة تخين جدا بالنسبة لي، تخين جدا. في ناس بتحب الدرجة دي. بلاك جرين اورنج بلو وكمان ريد. برشحه لأي حد حابب ان هو يستخدم قلم ياباني ممتاز، خامته كويسة جدا، بلاستيك بتاعه كويس جدا. وبالنسبة لكل الأقلام كلهم كترتيب بالنسبة لي طبعا الشكر رقم واحد، مع ان هو الاغلى، بس ده اول واحد انا حبيته، وده لو كترتيب رأيي الشخصي فيهم ده اول واحد. بعد كده البروجريكس الخمسة من عشرة اهو، بعد كده البروجريكس، بعدهم السوبر جريب لانه جميل جدا والوانه حلوة قوي قوي قوي، وفي الاخر يجي القلم اللي هو الاتش 165. ده بالنسبة لي كترتيب من الاحلى للاوحش، بس هم كلهم حلوين جدا 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 جدا. وكلهم فيهم ميزة ان السن المعدن بيدخل لجوه، يعني ما مش طالع لبره، بحيث ان القلم لو وقع كده غصب عننا اكيد، يعني مش ان احنا نبقى قاصدين، السن ما يجررهوش حاجه خالص. نشتغل كويس جدا. كلهم فيهم الميزه دي ان هو السنون نفسها سن المعدن ده بيدخل لجوه. كلهم حتى اللي مش عاجبني. وبكده اكون بينت لكم اهم اربع انواع موجودين دلوقتي في السوق للاقلام البايلوت السكرو. لو في ناس بتحب انواع اقلام سكرو تانية ياريت تسيب لي في الكومنتس، وانا احاول اوصلها واجيبها واعرضها، اذا كانت حلوة ولا وحشة اقول لكم رأيي فيها. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من الفيديو، لان الفيديو ده بصراحة انا حبيته جدا، لان الاربع انواع حلوين جدا 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 فوق ما كنت اتخيل. الكواليتي بتاعتهم ممتازة وسعرهم مناسب جدا، واسعار دي تعتبر متفاوتة بس مناسبة جدا للجميع. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وياريت شير وسبسكرايب كتير 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 كتير. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي.